افتتحت وزارة الصحة والبيئة 6 مشاريع طبية وصحية وإعادة تأهيل بعض المستشفيات في دائرة صحة الكرخ. وأكد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي قيام وزارة الصحة بحملة كبيرة بعد استحصال موافقات مجلس الوزراء لإعادة العمل في المستشفيات المتلكئة والعمل على تأهيل الردهات في المستشفيات القديمة، فضلا عن افتتاح الردهة الجراحية في مستشفى اليرموك التعليمي، فيما كشف التميمي بوجود إجراءات رادعة لكل من يتلاعب بأسعار الأدوية. ست مشاريع صحية مهمة في دائرة صحة الكرخ: مستشفى الكاظمية، مستشفى الطفل المركزي، مستشفى اليرموك، وأيضا في مستشفى الكرخ أضفنا 4 مراكز خاصة بغسل الكلى للكبار وللصغار، وأيضا مركز العناية المركزة في مستشفى الطفل المركزي. تم اليوم أيضا استحداث مستشفى وافتتاح مستشفى 108 سرير اللي نفذت تبرعا من قبل المجلس الاقتصادي، مجهزة بكافة الأجهزة الطبية. الآن احنا بدأنا بالتوازي بعد أن أطلقت وزارة الصحة حملة كبيرة بعد استحصال موافقات مجلس الوزراء لإعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة. بدأنا بالتوازي بتأهيل الردهات في المستشفيات القديمة والمستشفيات التعليمية. احنا اليوم افتتحنا الردهة الجراحية للنساء والرجال في مستشفى اليرموك، واللي حقيقة مؤهلة بشكل يليق بالمواطن العراقي. موضوع التسعير هو موضوع مشترك ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة. لدينا إجراءات رادعة كما تعلمون في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، وجه دولة الرئيس كل الجهات التي قامت برفع الأسعار وبشكل فاحش سوف يتعرضون للمساءلة القانونية، وكلفنا دائرة التفتيش بالتنسيق مع الأمن الوطني ونقابة الصيادلة للقيام بحملات واسعة لهذا الموضوع. افتتاح أكثر من 6 مشاريع في أماكن مختلفة: مراكز ديلزة، معهد، مستشفى جديد، مستشفى المجلس الاقتصادي العراقي، تأهيل رتات على طراز حديث جدا، أجهزة حديثة، مستشفى دخل إلى الخدمة جديد، وأيضا اليوم سوف نعلن مستشفى الكرخ العام خالي من مرض فيروس كورونا، وسوف يزاول أعماله أو مهمة كسابق عهدي لكل الاختصاصات.